يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا يا طيب ما شاء الله. اسمع يا ابو علي، احلى واجمل تحيه من عيون خال العريس العم ابو الموت. تحيه لعيون العريس، والد العريس، عمامه وخواله. تحيه لعيون كافه الضيوف، كافه الموجودين، كافه القرى، كافه العشائر، من عيون العم ابو الموت لعيون العريس. جمع السعيد وما حوى، كافة الضيوف، كافة الموجودين، كافة القرى، كافة العشائر. جمع ال 400 مليون من عيون العم ابو الموت ويشكر على التحية. احلى واجمل تحية لعيون مرافقة العم ابو الموت. يعني شباب القوة المشتركة، كافة الضيوف، كافة الموجودين، كافة القرى، كافة العشائر. جمع ال 400 مليون ويشكر العم ابو الموت على التحية. احلى واجمل تحية من عيون محمد عزاوي ابو رائد. تحية لعيون العريس، والد العريس، عمام العريس، خوال العريس، شباب الغنايم، من غنايم اعزاز لغنايم مغرور. كافة الضيوف، كافة الموجودين، كافة القرى، كافة العشائر. جمع ال 200 مليون ويشكر على التحية. يا يا لي يا عيني يا 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 لي يا 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 نظري إلى وجه الحبيب نعيم، وفراق من أهوى علي عظيم. نظري إلى وجه الحبيب وفراق من أهوى علي عظيم. يا زارع الريحان حول خيامنا، لا تزرع الريحان لست تقيم. يا زارع الريحان يا يا زارع الريحان حول خيامنا، لن تزرع الريحان
لست تقيم ما كل من ذاق الهوى عرف الهوى ولا كل من شرب المدى ولا كل من طلب السعادة نالها ولا كل من قرأ الكتاب فهيم شرب المدى من قديم من كل من ذاق الهوى عرف الهوى ولا كل من شرب المدى شرب المدى شرب المدى ولن كل من طلب السعادة نالها ولن كل من قرأ الكتاب فهيموا أنا الذي كنت لا أرحم عاشقا كنت لا أرحم عاشقا حتى بليت بالعشق فصرت للعاشقين رحيم يا بابا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يلا عمام كبارية الحمو شباب الحمو يتفضلوا على رقصة الحمو يلا عمامي يلا أهلا وسهلا بكل الحضور يا أهلا والله أحلى وأجمل تحية من عيون العم عاشق أبو عيسى تحية لعيون العريس والد العريس عمام العريس خوال العريس كافة الضيوف كافة الموجودين كافة القرى كافة العشائر أحلى وأجمل تحية وسلام لعيون ضباط مديرية أمن عزاز العم أبو محمد والعم أبو قصي تحية العيون كافة الضيوف كافة الموجودين كافة الحضور بدون استثناء من عيون العم أبو عيسى ويشكر على التحية يلا عمامي كبارية الحمو يلا عمامي يلا يلا أخوتي يلا تفضلوا على رقصة الحمو وأهلا وسهلا بكل الحضور يا أهلا والله
عمر. يا بلق عود جوار النبي أمان 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 ياهو. يا بلق عود جوار النبي يا بواصير خدامه وصير خدامه يا بلمشي وهل الدمع أمان 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 يا بويل عمر عمر للشباب ما شاء الله خدامه أمان 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 يا بو الليل ما ناموا عمر عمر عشرة على الأول ما شاء الله ما شاء الله شباب الحمو عمر عمر للأستاذ أيمن يا بابا جيم راح إلى العرب وين وين يا بابا جير رحيل العرام واني جمل ملي واني جمل ملي واني جمل ملي يا بلمشي ودق الدريف أمان 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 يا بلمشي ودق الدريف يا بابتي على حالي عمر ما شاء الله الشباب أمان 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 ما شاء الله عاشرة على الأول يا بدر بعد الولي أمان 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 عمر عمر عاش عاش ما شاء الله عمر لراعي الأول يا بدر بعد الولف أمان 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 ياهو ياهو يا بتوحش مبانيها توحش مبانيها يا بظلمة عذاب هدم يا يوب يا يوب يا يوب يا بمن راح غواليها كل معينا نحن ضيفانا
ضيفانك كل معينك نحن ضيفانك نحن ضيفانك يا أبا الزهراء بالذي صانك يا أبا الزهراء بالذي صانك لا تخيبنا نحن جيرانك نحن جيرانك لا تخيبنا نحن جيرانك نحن جيرانك أنت المصطفى وبحر الصفا أنت المصطفى وبحر الصفا أمن بالوفا وانشر أمانك وانشر أمانك أمن بالوفا وانشر أمانك وانشر أمانك يا أبا الزهراء بالذي صانك يا أبا الزهراء بالذي صانك لا تخيبنا نحن جيرانك نحن جيرانك لا تخيبنا نحن جيرانك نحن جيرانك فارقنا الأوطان وكل الخلان فارقنا الأوطان وكل الخلان فارقنا الأوطان وكل الخلان فارقنا الأوطان وكل الخلان يا عظيم الشان أكرم ركبانك أكرم ركبانك يا عظيم الشان أكرم ركبانك أكرم ركبانك يا أبا الزهراء بالذي صانك يا أبا الزهراء بالذي صانك لا تخيبنا نحن جيرانك نحن جيرانك لا تخيبنا نحن جيرانك نحن جيرانك لا تخيبنا نحن جيرانك نحن جيرانك أول ما بدينا عالنبي صلينا أول ما بدينا عالنبي صلينا حبيبي رسول الله هو يشفع فينا حبيبي رسول الله هو يشفع فينا أول ما بدينا عالنبي صلينا أول ما بدينا عالنبي صلينا حبيبي رسول الله هو يشفع فينا حبيبي رسول الله هو يشفع فينا يا خير خلق الله نور عرش الله خير خلق الله نور عرش الله خير خلق الله خير خلق الله نور عرش الله خير خلق الله نور عرش الله يا تاج الأول تكرم علينا أول ما بدينا عالنبي صلينا أول ما بدينا عالنبي صلينا حبيبي رسول الله هو يشفع فينا حبيبي رسول الله هو يشفع فينا عمر الساحة يا شباب الساحة عمر عمر عاشق يا عروس الحضرة انجدنا بنظرة 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 يا أبا الزهراء انظرك علينا أول ما بدينا عالنبي صلينا أول ما بدينا عالنبي صلينا حبيبي رسول الله هو يشفع
تاج رضاك بالذي سواك تكرم علينا اول ما بدينا على النبي صلينا اول ما بدينا على النبي صلينا حبيبي رسول الله هو يشفع لينا حبيبي رسول الله هو يشفع لينا رسول وصحب الرسول كلنا يقول سلام عليك يحب الرسول وصحب الرسول كلنا يقول سلام عليك عمر شد شد وصحب الرسول كلنا يقول سلام عليك وحب الرسول وصحب الرسول كلنا يقول سلام عليك أطاع الإله بشر هدى أطاع الإله بشر هدى أطاع الإله أطاع الإله أطاع الإله بشر هدى أطاع شرف الشفاء تقبلون عليه يا من سلام سلام عليه نحب الرسول وصحب الرسول كلنا يقول سلام عليه نحب الرسول وصحب الرسول كلنا يقول سلام عليه عشر بالخير عشر بالخير يا ما زمزم ما احلاك لولا حبيبي لولا محمد ما حدا جاكي يا ما زمزم ما احلاك لولا حبيبي ما حدا جاكي يا محلى ليلى 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 في حباكي يا محلى ليلى في حباكي عند الصحاب بالكرامة يا ندامة تعال العام عشق يا ندامة يا ندامة يا ندامة تعال العام عشق يا ندامة عمر عمر أبو العرب شو عمر عمر عاش عشق يا عرب زي
أجمل. الذي منذبت فيه مشتهانا مشتهاما الذي منذبت فيه مشتهانا مشتهاما هاجر الحب فصار هاجر الحب فصار نوم والأنس حرام صلى الذي قد علّى أبويه ما لشافيع إلا من عليه صلى الذي قد علّى أبويه وسقاه تملى يا عيني بدر في ذاك المبهج لم تشف هذا المشهد واشرب شرابا يحمل من يدي من يدي وحد الفلاح غلا دعاك على الندم حرك حسدت صغرا قبل قدمي وكأسا راح ينهل شفتي حسدت صغرا قبل قدمي وكأسا راح ينهل شفتي وسقاه تملى يا عيني بدر في ذاك المبيا لم تشهد المشهد اشرب شرابا يعمل من يدي من يدي وحد الفلاح غلا دعاك على الندم حرك حل من دوش وشالي كتفي ارخى فوق العسال طرفي حل من دوش وشالي كتفي ارخى فوق العسال طرفي ونقط المسك الخالي يا عيني ودن في ذاك المبنى لم تشهد المشهد مليلي مليلي واشرب شرابا يحمل من يدي من يدي وحد الفلاح غلا دعاك على الندى ما حرك اثبت يا رعي اول ولدة عمر على طلبك يا ابو محمد سر بدا مجلاه ثم انجلى معناه ففي الوجود طرات إن حققت إلا هو ما في الوجود طرات إن حققت إلا هو سر بدا مجلاه ثم انجلى معناه الوجود ضرار إن حققت إلاه سر عظيم طرزي لكن خافي الرمزي
وفي المقام العزيز الله ما أحلاه. عمر ما شاء الله 10 على الأول. عاشم شباب الوداد. ما لغنى ماليا عنكم يا أماليا، ما لغنى ماليا عنكم يا أماليا، نظرة إلى حاليا يا سيد الأنبياء، نظرة إلى حاليا يا سيد الأنبياء. ما لغنى ماليا عنكم يا ماليا، ما لغنى ماليا عنكم يا ماليا، نظرة إلى حاليا يا سيد الأنبياء، إلى حاليا يا سيد الأنبياء. عمر للشباب الولدة ما شاء الله الشباب. شيل وعلى النوى مذنى ومودا دينا بالنوى، على النوى مذنى ديماً بالنوى، على النوى مذنوى موداً ديناً بالنوى، على النوى مذنوى موداً ديماً بالنوى، طرحت طرح الهوى سواه من باليا، طرحت طرح الهوى سواه من باليا. ما لغنى ماليا عنكم يا ماليا، ما لغنى ماليا عنكم يا ماليا، نظرة إلى حاليا يا سيد الأنبياء، نظرة إلى حاليا يا سيد الأنبياء. ما شاء الله شباب الوداد، عاش عاش جمال أبو أحمد. عمر عمر يا أبو أحمد. شيل مالي والي الحاجبي عن وصلها حاجبي، 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 والنونو في الحاجبي من الرادة خاليا، والنونو في الحاجبي من الرادة خاليا، والنونو في الحاجبي من الرادة يعطيكم ألف عافية، مشكورين وما قصرتوا جميعا.
الليلة ليلة فرح، مجموعة أهل وعمام بلا وضيوف كلها لفت جينا عناس كرام. الليلة ليلة فرح، مجموعة أهل وعمام بلا وضيوف كلها لفت جينا عشباب الغنايم جينا عناس كرام. عريسنا أحمد حلو ما شاء الله وش قد حلو يشبه عقيد الشام. العم أبو أحمد الهيبة هيبة ملك، العم أبو أحمد الهيبة هيبة ملك تشهد له البلدان. العم أبو أحمد الهيبة هيبة ملك تشهد له البلدان. باسم والد العريس العم أبو أحمد، باسم جد العريس العم أبو وسام، باسم عمام العريس، نرحب بكافة الضيوف، كافة الموجودين، كافة القرى، كافة العشائر بدون استثناء، كل من حضر هذا المكان المضياف، كل من أتهنى شارك وبارك زينة العرسان العريس أحمد بالأفراح. إذن من عيون والد العريس، من عيون جد العريس، ألف تحية مليون سلام. أحلى وأجمل تحية من أولاد المرحوم الشيخ محمد حسن الحمد، الله حي العم أبو حسن. تحية إلى والد العريس وأعمامه وأخواله جميعا، ألف تحية إلى جد العريس، إلى أهالي غرور جميعا. أحلى وأجمل تحية لعيون شباب قبيلة البني سعيد، كافة الغدور، كافة القرى، كافة العشائر، وإلى شباب عشيرة الغنايم من كبيرة لصغيرة، يعني عيال الفحل، يعني عيال الفحل وقطع، جمع الخمسمية مليون وتشكروا على التحية. أحلى وأجمل تحية من عيون جد العريس العم عبد الرزاق، الله حي العم أبو الصيف. تحية لعيون كافة الضيوف، كافة الموجودين، شباب غرور بالأجمع، شباب الزيادية، شباب طاط حمص، شباب احتملات، شباب تلعار، شباب أخترين، شباب قدريش، شباب قبتان، كافة الضيوف، كافة الموجودين، عمام العريس، خوال العريس، يعني جمع السعيد وما حوى، يعني مصطفى الكهربجي المعترف عليه هيك. كافة الضيوف، كافة الموجودين، كافة القرى، كافة العشائر، جمع ال 200 مليون وتشكر على التحية. أحلى وأجمل تحية لعيون محمد ظاهر، من عيون مصطفى الكهربجي لعيون المكنسيان محمد ظاهر، يعني معلمك وتاج راسك. أحلى وأجمل تحية لعيون أهالي غرور، كافة الحضور، لعيون العريس والد العريس. أحلى وأجمل تحية لعيون الغالي حسين أبو جود، لعيون الغالي باسل أبو مناع، لعيون الغالي أحمد أبو جمعة، لعيون الغالي حسين الخليل، لعيون الغالي حسن أبو تيسير، لعيون الغالي أحمد أبو خليل. كافة الضيوف، كافة الموجودين، كافة القرى، كافة العشائر، جمع ال 200 مليون وتشكر على التحية. أحلى وأجمل تحية معطر ومكوية من عيون العم حسين الدرويش، يعني من عيون شباب تلعار، من غنايم تلعار، الله حي العم أبو محمد. تحية لعيون العريس، عمام العريس، خوال العريس، جد العريس. أحلى وأجمل تحية من سماء غرور لسماء اسطنبول، لعيون الغالي محمد أبو حسين، لعيون الغالي حسن أبو حسين. أحلى وأجمل تحية لعيون الغالي أحمد أبو حسين، لعيون الغالي محمود أبو حسين. أحلى وأجمل وأغلى وأجمل تحية لشباب غرور، شباب تلعار، كافة الموجودين. أحلى وأجمل تحية لعيون مختار تلعار، الله حي العم أبو حسين. أحلى وأجمل تحية من عيون العم أبو ثائر، من عيون الغالي أبو ثائر، لعيون العريس أحمد، الله حي والد العريس العم أبو أحمد، وإلى جد العريس الله حي العم أبو وسام، وإلى أعمام العريس، وإلى أخوال العريس. أحلى وأجمل تحية إلى أولاد العم، تحية إلى هاني أبو مالك، تحية إلى عيون الغالي عبد الله أبو هاجر، تحية خاصة إلى أساتذة غرور بالأجمع، جميع الحضور، جميع القبائل، من عيون الغالي أبو ثائر جمع ال 100 مليون وتشكر على التحية. هم بالمشرف خيري رسلي انتهمي، هم بالمشرف خيري رسلي انتهمي، واصدع بوجدك جهرا غير مكتتمي، ومن دراري مديحك في قلائدها،
ومن ذراري مديحك في قلائدها، واجعل لوصفك مدحا اعظم الكلمة، واجعل لوصفك مدحا اعظم الكلمة. من الانشاد الى الارشاد، وفضيلة الشيخ الاستاذ بسام حمدي فليتفضل مشكورا غير مأمور. احلى واجمل تحية من عيون الغالي مصطفى ابو حيدر، لعيون شباب مجلس طاعة حمص، كافة الضيوف، كافة الموجودين، من عيون الغالي مصطفى ابو حيدر. مصطفى ابو حيدر وما صار، يعني من شباب المجادمة ونسيب الغنايم. مصطفى ابو حيدر، مصطفى ابو حيدر من شباب المجادمة لعيون شباب الغنايم، لعيون العريس، والد العريس، عمام العريس، شباب غرور، كافة الضيوف، كافة الموجودين، يعني من عز المجادمة لعز الغنايم. ما صار الغالي مصطفى ابو حيدر اصيل انت ومضيفك دوم ينضف. الغالي ابو حيدر اصيل انت ومضيفك دوم ينضف، ويعزم بالقلب ما يوم ينضم. الغالي مصطفى ابو حيدر انا لولا العمر فوق العمر ينضم، لقد من روح لعيونك هدية. الغالي ابو حيدر لقد من روح لعيونك هدية. تشكر ابو حيدر على التحية. احلى واجمل تحية من عيون الغالي مصطفى ابو عبد الرزاق، يعني شيخ الكهربجية غصب عنك يا محمد طاهر. تحية لعيون العريس، وادي العريس، عمام العريس، خوالي العريس، شباب غرور بالاجمع، شباب الزيادية، الشيخ طلال، الله حي الغالي علي حبه، يعني المعلم الكبير محمد ابو ظاهر، واقطع شباب طاعة حمص، شباب احتملات، شباب تلعار، شباب قدريش، شباب طاعة حمص، كافة الضيوف، كافة الموجودين، من عيون الغالي مصطفى ابو عبد الرزاق، وتشكر على التحية. احلى واجمل تحية معطر ومكوية مشكولة برد جورية، من عيون الغالي احمد ابو الطيب، تحية لعيون اهالي غرور بالاجمع، العريس، والد العريس، عمامه وخواله، شباب الزيادية، شباب تلعار، شباب قدريش، شباب اعزاز، شباب معصران، شباب تلعار شرقي غربي، شباب قبتان، جمع السعيد وما حوى، شباب تركمان بارح، شباب اعزاز، غنايم اعزاز، كافة الضيوف، كافة الموجودين، كافة القرى، كافة العشائر، من عيون الغالي احمد ابو الطيب. احلى واجمل تحية لعيون شباب الحرباني، شباب الوحشية، شباب الحيدرية، وتشكر ابو الطيب على التحية. الشيخ بسام حمدي يتفضل مشكورا غير مأمور. محمد وزين زين مكحول العين والهادي لان صلوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. بداية أصالة عن نفسي ونيابة عن إخوتي ووالدي، وخاصة أخي محمد أبو أحمد في تركيا، نرحب بكم جميعا فردا فردا وقرية قرية ومدينة مدينة، نرحب بكم جميعا أن حللتم بديارنا وشاركتمونا أفراحنا، حللتم أهلا وطبتم سهلا، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة بحيث تقواكم. أهلا وسهلا بكم جميعا أهل قريتي بداية، والقرى المجاورة، وإعزاز، والباب، وكل المناطق التي لم تذكر من قبل إخوتنا المنشدين. أيها الأحبة المؤمنين، نتكلم بعد إذن شيخنا أبو حسن
دعاس فليأذن لنا بأن نتكلم لمدة 4 دقائق فقط، لن أطيل. لاحظتم بالآونة الأخيرة بكل المجتمعات في مناطقنا المحررة أو في المناطق بشكل عام أن تكاثرت حالات الطلاق في كل قرية، تكاثرت حالات الطلاق في كل قرية. بما أنكم بيننا وحللتم بيننا نتكلم عن هذا الموضوع الخطير أيها الأحبة المؤمنون، أعيرون سمعكم 4 دقائق فقط لننظر ولنرى ما هو السبب، ما هو السبب في أن أولادنا وبناتنا أصبح أمر الطلاق بينهم محللا، وكأن هذا لم يكن أبغض الحلال عند الله. أيها الأحبة المؤمنون، قال حبيبنا محمد في الحديث الصحيح: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. هل بحثت لابنتك عن صاحب الدين؟ هل بحثت لابنك عن صاحبة الدين؟ هذا هو السبب أيها الأحبة المؤمنون. سيدنا موسى كلكم يعلم قصته في القرآن العظيم، عندما خطب ابنة شعيب ابنة قبيلة مدين أو من قرى مدين. نعم أيها الأحبة، لم يصف جمالها ولم يصف طولها ولم يصف عينيها ولم يصف، بل قال: جاءته تمشي على استحياء، لم يصف منها إلا الحياء. فأين الحياء عند شبابنا أيها الأحبة المؤمنون؟ أيها الأحبة، قال حبيبنا المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الجميلة أو المرأة الحسناء في المنبت السوء. المرأة الحسناء في المنبت السوء. لذلك قال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم، تخيروا لنطفكم. انظر ماذا تأخذ من أي عائلة؟ هل هذه العائلة تقيم شرع الله؟ هل هذه العائلة الكل يقيم شرع الله؟ الكل مصلي، الكل يتقي الله. ولكن أيها الأحبة، عندما ابتعدنا عن شرعه تعالى ألم بنا ما ألم من حالات والله يندى لها الجبين. هذا الأمر يعني ممكن أنتم تستغربونه، ولكن بموقعنا طلاب العلم وبموقعنا في خطابة هذه القرية يأتي علينا قصص طلاق غريبة عجيبة. ترى الشاب لم يتزوج منذ أسبوع يطلق زوجته. أيها الأحبة، أين نحن من شرع الله؟ أين نحن من أن نتقي في هذه النساء؟ أن نتقي الله سبحانه وتعالى. وآخر خطبة خطبها حبيبنا المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوصانا بالنساء، أوصى المؤمنين بالنساء: أيها الأحبة المؤمنون، فلتتق الله عندما تختار. لا يغرك المال الذي يدفع مهرا لابنتك، لا يغرك هذا الشاب الذي يأتي وعنده سيارة وعنده بيت وعنده، والله ستندم، والله ستندم. ولكن بعد أن لا يكون هناك ندم، بعد أن يكون هناك فراق بين ابنتك وهذا الشاب الذي قد أدخلته إلى تلك العائلة. اللهم اجعل شبابنا متقين لله، واجعل بناتنا ممن حصنت يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله. نشكر فضيلة الشيخ بسام حمدو على هذه الكلمات العطرة النيرة، ونعوذ من الإرشاد إلى الإرشاد وفرقة نداء الإيمان،
والأستاذ شريف محمد حمو فليتفضل مشكورا غير مأمور.